بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اليوم كان طالب أنا الحق ديالي، الاسم ديالي عبد الله الغيداني، كيسكن في دوار العرب حي السمارة، كنسكن في دوار العرب حي السمارة، فين كنسكن؟ عبد الله الغيداني. يا سيدي جاء ضربه وجا للدار، وبلي جا للدار قلت لي شكون اللي ضربك؟ خاف مني انا الاب ديالو، خاف مني، ما قدرش يعترف ليا، ولكن بلي تزير 3 ايام وهو عندي في المحل اعترف لامه، قال لها امي انا با ما غاديش نقول ليه راه ضربني، وما واحد الدري صغير، هما 3 في الجريمه. المهم سيدي بلي اثرت عليه القضيه، ديناه للسبيطار، السبيطار سلموه لينا لتارودان، تارودان سلمته لينا لاكادير، مشى لاكادير 41 يوم وهو في السبيطار الانعاش، وكان حضرنا في الجنائيه انا وامه، وكيحلفنا قاضي التحقيق كيقول لنا اقسم لك بالله العلي العظيم قول الحق، لي الحق ما نقول الا الحق، الا قاتلينو كنقولوا ليه قاتلينو، المراه كتقول لي قاتلينو، انا كنقول لها ودي انا راه ما اعترفش ليا الدري، راه عندي 65 سنه ما غنقدرش نتقلد، ولكن امه صادقها بلي صادق امه. جاو عندي خوتو، جاو عندي الديبو، قال لي فلان، قلت له نعم، قال لي بغي نعطوك واحد شي بركه ديال الفلوس، امي فيها السكر، خاصك تمشي ديري لنا واحد التنازل بين ما خويا ماشي اللي ضاربو. قلت له شوف، واول ما نهار اللي بغا يديروا العمليه نفذوا العمليه، واحد يلاه خرج بعام ونص، ضرب عام ونص على التشفرت، يلاه خرج. هذيك النهار طلق سرق واحد التليفون وداروا لي، داروا لي التنازل، دوز يلاه دوز عن هنا في لابريكاد عند السلطه القضائيه، شدوه على تليفون. الليل الاخرى نفذوا العمليه، هذاك اللي خارج بعام ونص معت بسيمانه، وهذاك بيت عند الجدرميه وصبح طلق، داروا ليهم دار التنازل، سمحوا لي طلق، ضربوا الدري قتلوه. بلي الدري جاوني خوتو قال لك دير لنا واحد تنازل، قلت له ما يمكنش ندير لك تنازل، الى هاد الدري حيا والله شكا ما دكم من جيتي، هاد الدري الى جاب الله مات نظر المحكمة الموقرة هي اللي غادي تحكم، انا ما غاديش نقدر نقول لك شي كلمة، لا يمكن هاد الهضرة اللي كنقول لك ونعاود نقولها، راه ما دايرش معاك تنازل، وسير عند الجوندار وشوف المسطرة شنو فيها، راني معترف بين ما خوك ضارب ولدي، ودوكا تنشد عندك الفلوس ونقول تاني ما ضربوش، كي درتي ليه؟ انا مقلد بهاد الكلمة اللي كنقول لك ونعاود نقولها، انا مقلد بها غدا قدام امام الله، إلا جاو عندي كيبيعوا يشرو معايا، وما بغيتش وما رضاش، انا عندي 65 عام وطلع بالقانون، المحكمة تبحث عليا، انا لا عندي غير ديبو تاع الوسخ، ولا عمرني دوزت الحبس، ولا عمرني، ولا عندي شي تزوير، ولا عندي شي، وتقول بري نقي، الحمد لله ما عرفتش شحال بقى ليا في الدنيا، الله اعلم. صافي الدري مات، الدري هما ضربوا 6 شهور خرجوا كيعجوا حدايا هنا، انا كنطالب، لا قالوا هاد الدري ما ميتش متعمدا، نطالب انا نجبد العظم ديالو من القبر، ندير ليه التحاليل، ندير ليه التحاليل، ندير ليه التحاليل، الدري راه مضروب، راه معترف لامه، ها هي المقلده، هي امه عندها 55 سنه، ها هي هي التقليد عليها هي، اما انا راه ما صادقنيش، ولكن الام ديالو راه صادقه، وكاين شي هضره من غير هادشي يا سيدي، الله يرحم ليك الوالدين. كنطالب انا هذا القانون، القانون المسطره تعاود للدراري، الدراري راه خص المسطره تعاود لهم، راه ظالمين ليا الدري ولدي، راه ظالمينو. وكان تزوير، ونزيدك ثاني واحد القضيه، كانوا في الجنائيات، ومن الجنائيات ولاو البدائيه، ومن البدائيه ردوهم ثاني للجنائيات، عمرك شتي القاتل يدوز في الجنائيات ويرجع للابتدائيه؟ ما يمكن، ما يمكنش، خاصو يبقى في الجنائيات، هذا راه كان في الجنائيات ورجعوا للابتدائيه، دوزوا هنا في الابتدائيه مع شهر ولا شهرين، عاد صيفطوا من الجنائيات يلوحوا فيهم، عاد باش خرجوا الدراري كيتعنقروا قدامي هما 5 5 ولكن 3 اللي قاتلين الدري، المسطرة يعاودوا عماهم. حق ولدي، حق ولدي، حق ولدي، حق ولدي، رانا ضعت فيه، راه ضعت فيه ولدي، هاد المسطرة، هاد المسطرة كنطالب انا يعيش فيها سيدنا، خصو يطالب بهاد المسطرة، كنطالب الحكومة طالب بهاد الشيء، وسيدنا الله ينصرو، كنطالب هاد المشاكل خصو خاصها تمشي عند سيدنا يشوفها، سيدنا خصو يشوفها، هاد الشيء راه فيه 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 ما يتقال، راه مرضونا، راه ممرضة. خوه راه مريض، راه ها هو في الدار ديالو، خوه راه مريض، راه عصبونا، راه ظلمونا، شكينا بهم الله تبارك وتعالى، حنا لا بغينا نظلموهم، الله ياخذ فينا الحق، وهما ظلمونا،
لا سماح به نعمة وتلغط قدام إمام الله تعالى. إذا ظلمناهم لا يسمحوا لنا، وهم ظلمونا إحنا وياهم طلع عند الله تبارك وتعالى. أنا الحق تاع ولدي، أنا بغيت الحق تاع ولدي أختي. حل هوني عند وين طنم قلبي ولدي قال يضربني وجره شانطي وشغر شي واحد يهز من الشانطي، ما كان بغيت زي الحديد. هو اللي قالها لي، قال لي كان بغيت زي الحديد يصفها لي كاع صافي. قال لي جوج كلمات الدري صافي بقي صادق قد الدري قلت لك نعس هنا. شوف بقى صغير ويكذب، راه كبير كون صغير يقولوا الناس ويكذب. كبير خوتو هو الاول هو الكبير، وما فيه صداع ما فيه بلا هو بلي ما عندنا ما نديروني. الله يرحمه الله يجدد عليه رحمه. بعد ما نديرو هكشي قال لي فلان وفلان، قال لي با راه خاصم ليا ويضربني ويحوس ليا. ما تخافش قال سقط بقى الدري هكاك شناه عطل جاو خواتاتو دوشو لي داو السبيطار. السبيطار داو تارو دان تارو دان داو خاطر لا قادر. بقينا نطلع عليه هكاك نطلع عليه هكاك تبات صافي. هادشي اللي كان انا نطالب الحق ديال ولدي خاطر قتلوه وما دارش لي حق. كوني انا جاو عندي وكبروا بيا هاد الناس كاع من نسمح ليهم وما محارفيناش. باش ما جاو عندنا ما طلعوا علينا ما قالوا هاد الدري اش ضروا اش بيه اش سامحونا ولا كون جاو دخلوا عندي وعزاو لي انا ماشي مشكل. ما عندي في غرض ما نسمح ليهم، واني من مادام ما لحقوني ما والو ما نسمحش ليهم.